بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وباسمه نتوكل على بركة الله وحفظه. ينطلق صوت جديد، تنطلق دفعة عاشرة أيها الإخوة من هذه الانطلاقات، من هذا الانطلاق صوتنا العاشر حامل اسم الجعدان. نتمنى دائما التوفيق والناموس ما شاء الله. اذهب الى الصدارة الى المركز الاول مهاوش خليفة بن محمد بن حيد المهيري، النقلة هناك على مشوش مطار بن علي بن علوان الاجسبي، بينما اللي في المركز الثالث يأتي غازي خلف بن مطار بن علوان، وفي رابع المراكز النصر راشد بن علي بن رشيد الاجسبي، وفي المركز الخامس هناك من الجانب الثاني خادم صالح بن علي بن محمد المري. مرحبا بالحيمر، نقلتنا على المركز السادس اللي في سادس المراكز مسوش مطار بن علي بن علوان، وفي المركز السابع هناك من الجانب الثاني معود خليفه بن محمد بن حيد المهيري، وفي المركز الثامن اللي في المركز الثامن من الجانب الثاني مستعمعين العزاء شاهين محمد بن عبد الله العمري، وفي المركز التاسع هناك من الجانب الثاني طاقوت سيف بن راشد الغويس السويدي، وفي المركز العاشر من ياتي نايف السيد سالم بن مخيد بن رشيد الشبي. هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة للمراكز، ذعناها عليكم كاملة مكملة. ما شاء الله يا بالحيمر، ما شاء الله مندفع شعاره على المركز الأول عاشق الصدارة، مع لازم 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 يأخذ المركز الأول. صالح بن علي بن محمد المري هو المتحدي حتى هذه اللحظة، النقلة هناك على المركز الثاني، المركز الثاني النصر راشد بن علي بن رشيد الاجسبي. اول ندى لنهاب، اول ندى لنهاب، اول صرخه واول صوت لمحمد بن راشد بن مبارك بن صرود، تبارك الرحمن يا بن صرود على هذا المال الكريم. نهاب النقله على المركز الرابع، مشوش رابعا لمطار بن علي بن علوان، وفي المركز الخامس هناك من الجانب الثاني من ياتي شاهين، شاهين شاهين لمحمد بن عبد الله بن حمد العمري، وفي المركز السادس هنا يتواجد معانا غازي خلف من مطر بن علوان. سابع المراكز مشوش لخليفة بن محمد بن قحيد المهيري، وفي المركز السابع اللي في المركز السابع ولا الثامن هناك ايضا من الجانب الثاني اللي هو معود للسيد خليفة بن محمد بن قحيد المهيري، وفي المركز التاسع يأتي مهاوش لخليفة بن محمد بن قحيد. هكذا هي النتيجة، هكذا هي النتيجة. الكيلو الأخير، الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، كيلو صدارة، كيلو الناموس. ما شاء الله على اللي غير، خذ المركز الأول مشوش مطر بن علي بن علوان الشبي، تبارك الرحمن شعاره يؤدي أداءه الجميل غازي لخلف بن مطر بن علوان، أيضا من يتواجد على ثاني المراكز. وصل النصر، يبغي النصر، يبغي النقطة الثالثة، يبغي النقطة الثالثة بهذا الشعار. راشد بن علي بن رشيد الاجسبي وصل بنواس، وصل بنواس، ما شاء الله يا اللحظات الاخيره مع الشبابي سلطان بن مبارك او سعيد بن حارب بن سلطان او بنواس مع اللحظات الاخيره، اللحظات الاخيره. مشوش مشوش شوش على الاذاعه وعلى الجماهير على المركز الاول مع مطر بن علي بن علوان الاجسبي، هو من يدفع بمشوش، ولكن غازي على ثاني المراكز لخلف من مطر بن علوان بقادم النصر، النصر مع عنوان النصر، النصر راشد بن علي بن رشيد الاجسبي. اللحظات الاخيره، ال400 متر الاخيره، ال400 متر الاخيره، ذهبت المسيره، ذهبت المسيره، فذهب النصر الى موقع النصر لراشد بن علي بن رشيد الاجسبي. مشوش من الجانب الثاني مطر بن علي بن علوان، وصل شاهين للسيد محمد بن عبد الله العمري. غازي غازي غزه غازي غزه غازي خلف بن مطر بن علوان، اللحظات الأخيرة، أحد شباب التواريخ. النصر غازي، النصر غازي، غير غازي خذ المركز الأول، النصر عاد، النصر عاد، غازي على المركز الأول. إلى أين يتجه السلام؟ هل لها لنزوة؟ نزوة والخوانيج، نزوة الخوانيج، سلام للمرة الثالثة على التوالي. المركز الثاني أيها الإخوة، المركز الثاني والثالث عند اللجنة المنظمة، المركز الرابع لمطر بن علي بن علوان، المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة للمراكز، ذعناها عليكم بالوفاء
والتمام تهانينا والناموس على ما ظل في المركز الخامس شاهين نابت وسلطان بن رشيد اذا ما خان بتعبير حزب الشعار. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه 4:45 56 جزء الثاني. تهانينا والناموس في الحقيقه للسيد راشد بن علي بن رشيد الاشتبيلي للمره الثالثه على التوالي لهذا الشعار.